سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سألت الملائكة جبريل ما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله تعالى نظر إليهم وعفى عنهم وغفر لهم إلا أربعة. فقالوا: من هؤلاء الأربعة؟ قال: مدمن خمر، وعاق لوالديه، وقاطع الرحم، ومشاحن. قيل: يا رسول الله، ومن المشاحن؟ قال: المصارم، يعني الذي لا يكلم أخاه فوق ثلاثة أيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم.